تنضم إلينا الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في منظمة هيومن رايتس ووتش السيدة برقيس وولي. أرحب بك سيدة برقيس في الحصاد عبر التغيير، ونبدأ معك من حيث ما انتهى إليه تقرير الأمم المتحدة حول اختفاء 1000 مدني من الأنبار بين عامي 2015 وأيضا 2016، فهل لديكم معلومات أكثر حول هذه الإحصائية، أو لديكم معلومات أكثر حول ملف المغيبين قصرا بشكل عام في البلاد؟ هذا ملف كبير إذا نحكي عن العراق خاصة. كـ Human Rights Watch نشرنا تقرير في عام 2018 عن موضوع المفقودين، وخاصة المفقودين من عام 2014 إلى 2017 اللي تقرير الأمم المتحدة الجديد يركز على ما حصل في الأنبار والفلوجة تحديدا، وهذه قضية قمنا نحن بالتحقيق بها خلال عامين السابقين، حيث وجدنا أن هنالك المئات من الرجال لا زالوا مفقودين والبعض منهم قتلوا. طيب يعني إذا ما أردنا الحديث عن الجهات التي تقف وراء هذه العمليات، عمليات الاختطاف أو التغييب حصرا في هذه المناطق أيضا حصرا، هل لديكم معلومات حول هذه أو هذا الملف تحديدا؟ ما هو صعب في العراق هو أن الحكومة لا ترغب بالإفصاح لمنظمة Human Rights Watch أو لأي أحد آخر عن أي من القوات العراقية المسلحة التي تمتلك الحق القانوني لإلقاء القبض على الناس وسجنهم. لذلك هناك العديد من القوات المسلحة في العراق من ضمنهم الحشد الشعبي، والذي أيضا ينتمي للدولة منذ شهر تشرين الثاني عام 2016 بشكل قانوني، كلهم يقومون بإلقاء القبض على المواطنين. ولكننا نعتقد أن العديد من هذه المجاميع، وكما قيل لنا أيضا من وزارة الداخلية العراقية، لا يمتلكون التفويض القانوني لاحتجاز أي أحد. وفي المعارك التي تمت ضد الإرهاب من عام 2014 وحتى عام 2017 اختفى المئات من الرجال السنة، رجالا وصبيانا. And then, of course, in large numbers by the popular mobilization forces. طيب. سيدة برقيس، ننتقل بالحوار معك يعني إلى ملف اغتيالات الناشطين، وهذا ما رصده أيضا تقريركم، حيث قال التقرير إن الناشطين يعني الذين تم اغتيالهم في البصرة كانوا يستعدون لخوض الانتخابات في كتلة مدنية. يعني حسب معلوماتكم، كم هي أعداد المنضمين لهذا التكتل، وهل من تم استهدافهم أو تصفيتهم هم من البارزين في الحراك والتجمع المدني أيضا؟ ما نعرفه حول ذلك هي الأرقام التي وفرتها لنا الحكومة والأمم المتحدة. لذلك نعرف من خلال تصريحات الحكومة أن هنالك 560 من المتظاهرين والناشطين تم قتلهم خلال الحراك الشعبي منذ شهر تشرين الماضي. أنا بنفسي قابلت عائلات العشرات من المتظاهرين الذين تم إطلاق النار عليهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والتي أطلقت عليهم بشكل مباشر، وما حدث مؤخرا في البصرة والذي وثقنا به كما تم تداوله في الإعلام لاغتيال اثنين من أبرز الناشطين في الحراك الشعبي هناك، وجرح أربعة آخرين في نفس محاولات الاغتيال. وللأسف مع الانتخابات القادمة فهنالك العديد من المتظاهرين الذين أمتلك معهم تواصلا مباشر يشعرون بالخوف من أنهم سيتم استهدافهم وقتلهم. تم هذا الملف، وأيضا تحدثتم في جانب آخر إلى عدد من الناشطين، فهل أفصح لكم أحد الناشطين أو بعضهم يعني عن الجهات التي تحاول استهدافهم، تصفيتهم واغتيالهم أيضا؟ يعني هل لديكم معلومات عن هذه الجهات؟ معروفة لديهم لدى الجهات الأمنية؟ هل يتعرضون لتهديدات مسبقة أم ماذا؟ أن عمليات القتل التي جرت مؤخرا في البصرة كلها استهدفت مجموعة من الشباب التي لها ارتباط بالحراك الشبابي، وهذه المجموعة تم إنشاؤها من أجل التنسيق بشكل أفضل في نشاطات المتظاهرين في البصرة. وكان في شهر كانون الثاني من هذه السنة
عندما قرروا أن يكونوا حزبا مدنيا وأرادوا تقديم مرشحين عندما تتم الانتخابات في السنة القادمة، وهم يؤمنون، ولا أعلم إن كان ذلك دقيقا أم لا، كلهم قالوا لي بأنهم تم استهدافهم لهذا السبب، لأن هنالك مجاميع مسلحة انزعجت عند سماعها بأن هؤلاء الشباب يريدون الانخراط في السياسة ورغبتهم في جعل السياسة طريقا لهم لجعل البلاد مكانا آمنا وأفضل لهم. طيب، أشرتم في تقريركم إلى الضعف الكبير كما أسميتموه يعني لدى السلطات الأمنية في الكشف أو حتى ملاحقة قتلة الناشطين والشخصيات البارزة أيضا في البلاد أمثال يعني الدكتور الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، فيعني هل تشككون بقدرة الحكومة العراقية في الكشف وملاحقة هذه الجهات؟ هل تخشون المزيد أو حتى الأسوأ في الأيام المقبلة؟ I think this is one of the scariest aspects of the current picture that I see in Iraq. أعتقد أن ذلك يعتبر العامل الأكثر رعبا من خلال ما أراه في العراق. كان هنالك موقفا حدث العام الماضي حينما كان رئيس الوزراء يقول بعلانية إن القوات الأمنية غير مسموح لها بإطلاق النار على المتظاهرين أو خطف الناس من الشوارع، لكن هذه الأحداث استمرت في الحدوث، وشاهدنا الناس مرارا وتكرارا يتعرضون للاستهداف وأطلاق النار بالرصاص الحي، وهنالك احتمالين لذلك، إما أن رئيس الوزراء والحكومة في ذلك الوقت كانوا يكذبون وكانوا يعطون الضوء الأخضر للقيام بالقتل، أو أن المجاميع التي كانت تقوم بعمليات القتل لم يكونوا ملتزمين بأوامر الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء والذي يعتبر القائد العام للقوات المسلحة. طب اليوم يعني سيدة بلقيس، هل تتواصلون مع الحكومة العراقية؟ هل تقومون بالفعل بوضع هذه التقارير الخطيرة إن صح التعبير يعني تحت تصرفها؟ في حال كنت يعني تتواصلون مع الحكومة العراقية، كيف هو التجاوب من قبلها؟ خاصة وأن السلطات في البلاد أقرت مؤخرا يعني بتراجع مؤشر حقوق الإنسان وحذرت من تداعياته أيضا. In May, when the Prime Minister took office, we immediately reached out to his team. عندما استلم رئيس الوزراء الحالي مهامه في شهر آيار، وطلبنا لقاء معه لتقديم الأدلة التي نمتلكها، لكن الأهم من ذلك هو مناقشة مقترحاتنا له، لأن مكتبه يعرف أيضا مثل الكثيرين منا تكلفة هذا الحراك الشعبي والجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الشوارع. وما ناقشناه هو حاجتنا ليس فقط لطرد عدد من القيادات العسكرية أو سجن عدد من الشرطة العاديين، لكن المسؤولية الكاملة هي المهمة هنا، وهذا يعني التوجه إلى تحقيقات تصل إلى أعلى المستويات من المسؤولين، ومعرفة ليس الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار فقط، لكن من أعطى الأوامر لإطلاق النار، وهذا يجب أن ينطبق أيضا على قضية هشام الهاشمي. ونقول مرة ثانية أن التحقيق الذي يتم فيه القبض على الشخص الذي قام بإطلاق النار عليه هو ليس أمرا كافيا.